بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني ابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ كويسين. هنراجع النهارده على تمارين مهمة على الجمع ومسائل أكمل بنفس التسلسل والعدد التالي والعدد السابق والترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي. هنحل مع بعض يا اولاد مسائل مهمة جدا على الجمع. عند العدد 186 زائد 257. تعالوا نبص للسبورة ونحل مع بعض المسائل. نمسك مع بعض ورقة وقلم. هنا عايز اجمع العدد 168 زائد 257. هجمع ازاي؟ هنا بكتب الكبير في يا ولاد، يعني الكبير بعمله في دماغي وحطه في دماغي، والصغيرة دي اقول 7 زي 6، 7 ازود عليها 6 بعمل 6 على ايديا، واعد بعد 7 8 9 10 11 12 13، اقوم كاتب 3 واطلع بالواحد على التمانية، التمانية تبقى 9، 9 نزود عليها 5، 9 في دماغي و5 على ايديا، بعد 9 10 11 12 13 14، نقوم كاتبين 4 ونطلع بالواحد، 1 زائد 1 2، 2 زائد 2 تعطيني 4، يبقى العدد 443. فهمناها؟ يبقى ما نيجي نجمع لازم نحط الكبير في دماغنا والصغير على ايدينا، مفهوم؟ يبقى العدد 186 زائد 257 بيعطيني 443. طيب التمرين التاني هنا بيقول لي اجمع العدد 293 زائد، هنزود عليه العدد 359. هنا يا ولاد لما نيجي نجمع العددين مع بعض بنعمل ايه؟ بنكتب الكبير، طبعا الكبير نحطه في دماغنا والصغير على ايدينا، 9 في دماغنا وتلاتة على ايدينا، بعد 9 10 11 12، يعني 9 دي بحطها في دماغي وتلاتة على ايديا، وعد بعد 9 10 11 12، فاهمين؟ نقوم كاتبين 2 ونطلع بالواحد، على 9 بقت 10، 10 نزود عليها 5 تبقى 15، 5 واقوم طالع بالواحد، على الاتنين بقت 3، 3 وكمان 3، بعد 3 4 5 6، يبقى الناتج هيطلع 652. يبقى 293 زائد 359 بيعطيني الناتج 652. طيب لو في تمرين تاني اللي بعده تعالوا نشوفه مع بعض. هنا العدد 174 عايزين نجمع عليه 428. هنا لما نيجي نجمع العددين مع بعض يا ولاد ببدأ من اليمين، اقول 8 زائد 4، 8 في دماغي و4 على ايدي، بعد 8 9 10 11 12، اقوم كاتب 2 واقوم طالع بالواحد فوق، على 7 بقت 8، 8 نزود عليها 2، بعد 8 9 10 0 واطلع بالواحد، على الواحد بقى 2، 4 نزود عليها 2، بعد ال 4 5 6، هيطلع العدد 602. 602. طيب السؤال اللي بعده عندنا 382 زائد 249. تعالوا نشوف التمرين اللي بعده هنحله ازاي يا ابنائي. هنا 382 عايزين نجمع عليه 249، شايفين كده اهو. يلا يا ولاد نجمع من يمين، اقول 9 في دماغي واتنين على ايديا، بعد 9 10 11 1 واطلع بالواحد، على التمانية تبقى 9، 9 و4 بعد 9 10 11 12 13، 3 واطلع بالواحد، على التلاتة بقت 4، 4 نزود عليها 2، بعد الأربعة 5 6، طلع الناتج 631. فهمتوا؟ طب لما أقول 459 زائد 132، ها ركز معايا في التمرين ده، هنا هجمعهم ازاي؟ 9 في دماغي واتنين على ايديا، بعد 9 ها 10 11، بعد 9 ايه 10 11، اقوم كاتب 1 واطلع بالواحد، فهمنا؟ على 5 تبقى 6، 6 و3 بعد 6 7 8 9، اقوم كاتب هنا 9 و4 و1 بعد ال 4 5، فيطلع الناتج 591. فهمنا؟ طيب تعالوا نشوف تمارين العدد التالي والعدد السابق. هنا العدد 145 عايزين نجيب العدد التالي ليها والسابق. هنا التالي يعني بجيب واحد ازود على العدد، ازود واحد على العدد، اجمع واحد يعني،
يبقى العدد التالي 145 146. طب اللي قبليها بنقص واحد، من 145 تبقى 144، يبقى انت جبت التالي وجبت ايه؟ السابق. فهمنا؟ طيب العدد مثلا 356، عايز اجيب التالي والسابق. التالي بزود واحد على العدد تبقى 357، السابق بنقص واحد من العدد تبقى 355. العدد اللي بعده 394، عايزين نجيب التالي. ها التالي هيبقى بكام؟ من الشاطر يقول بعد الأربعة كام دي؟ بعد الأربعة كام؟ ها؟ خمسة. بعد الأربعة إيه؟ خمسة. يبقى 394 تبقى 395. شطار. وأجيب هنا اللي قبليها قبل الأربعة كام؟ ها؟ قبل الأربعة تديني تلاتة. 394، 394، اللي بعدها 395، واللي قبليها 393. يبقى السابق بنقص واحد والتالي بزود واحد. فهمتوا؟ سهلة؟ طيب لو انا قلت لك مثلا العدد 189، ها 189، مين العدد التالي ل 189؟ 189 ايه؟ بعد ال 189 كام؟ فكر كده. ها 190. بعد ال 189 100 وايه؟ و90. 100 وايه؟ و90. 190. طب اللي قبليها هنقص واحد يا ولاد، هاجي عند التسعة ده ها هنقص منها واحد تبقى 180. 189 العدد السابق لها 188. فهمنا؟ يبقى انت بتجيب العدد التالي بتزود واحد، العدد السابق بتنقص واحد. طيب لو انا عايز اكتب العدد في الصورة الممتدة، يعني ايه الصورة الممتدة يا ولاد؟ يعني بكتب كل عدد حسب قيمته العددية. يعني مثلا العدد 336 عايز اكتبه كل رقم حسب قيمته العددية. الستة في الأحاد بستة، التلاتة في العشرات تبقى 30، التلاتة في المئات قيمتها بكام؟ ب300. اسمها القيمة العددية. بنكتب العدد كل رقم في العدد اللي عندي. خد بالك الستة أحاد، التلاتة عشرات، التلاتة دي مئات، يبقى الستة الأولانية في الأحاد قيمتها بستة، التلاتة هنا في العشرات قيمتها بتلاتين، التلاتة هنا في خانة المئات قيمتها بتلتمية. طب لو قلت لي مثلا يا مستر العدد 281 عايز أعملها صيغة ممتدة، أقوم واحد أحد كاتب واحد أحاد، تمانية في العشرات تبقى 80، اتنين في المئات تبقى بكام؟ ب200. مفهوم يا ولاد؟ طيب ممكن يجيلي سؤال أكمل بنفس التسلسل. يلا يا ولاد حلوين، يلا هنا جاب لي العدد 184، بعد كده 189. طيب هنا بيزود كام يا مستر؟ يزود كام يا مستر يا ولاد؟ ها يزود خمسة، يعني 184 بقت 189. بنعد بعد 184، 185، 186، 187، 189. يبقى بيزود كام؟ خمسة. يبقى هعد من 184 ل 189 بيزود ايه؟ خمسة. بيجمع كام؟ خمسة. هاجي على العدد ده ازود عليه خمسة. طيب 189 لما ازود عليها خمسة اعمل خمسة على ايديا، اقول بعد ال 189 190، 191، 192، 193، 194. هم كاتبين هنا ايه؟ 194. نرجع نزود خمسة كمان. ها 194 زائد خمسة. بعد ال 194 195، 196، 197، 198، 199. يبقى النمط هنا كل عدد يزيد عن سابقه بمقدار خمسة، كل مرة بيزود خمسة. طيب تمرين تاني أكمل بنفس التسلسل. العدد 365، هنا 375، هنا بيزود كام؟ ها لاحظ إن الستة في العشرات بقت سبعة في العشرات، يعني بيزود على العدد عشرة. 365، 375، 385، 395. يبقى كل مرة بنزود عشرة على العدد. ليه؟ لأن اللي اتغير عندي خانة العشرات. فهمنا؟ طيب تمرين تاني يقول لي 250 وهنا 257. هنا يا ولاد زود سبعة، زود كام يا حبايبي؟ سبعة. بيجمع سبعة،
يبقى 257 دي هاجم عليها 7، اكتب 257. خد بالك 257 فين؟ في دماغك، وكام على ايديك؟ 7 على ايديك. يبقى انت هتجمع العدد 7، تقول 7 زائد 7 14، 4 وتطلع بالواحد على 5 تبقى 6 وننزل 2، ترجع تاني تجمع 7 تقول 4 زائد 7 يديك 11، 1 وتطلع بالواحد على 6 تبقى 7 وننزل 2 يعني تضع 271. يبقى كل عدد بيزيد عن سابقه بمقدار 7.